حبيبة قلبي وحشاني، عايز اشوفك، قابل بابا امتى؟ قلت ابوها قفش الجواز. لا عادي مش مشكلة، نبقى نحل بعدين. قد كده بس، شكرا. خطيبتي زعلانة مني، فانا قلت ابعت لها جواب ماشي. عشان تصالحني. قول لها حبيبتي، حبيبتي ما تزعليش مني، انا ما اقدرش استغنى عنك، اللي بينا هيبقى بيت وعيال. بص يا سيدي، انا حبيبتي خصماني وحاجات كده، تمام؟ طب ازاي؟ طيب انت البنات كلها بتبقى معجبه بيا يا عم، انت بتقول كده قدامها وايه اللي البنات معجبه بيا؟ ما تلبسنيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبتي وحشاني، بقالك كام يوم كده ما بشوفكيش. حبيبتي وحشاني، بقالك كام يوم كده ما بشوفكيش. مش معقوله كده، مش متعودين على الكلام ده. كلها كلام جامد كده، انا مثلا بحبك بحبك، عايزه مش عارف ايه. بتحبها؟ بأمان والله بحبها. ودي اهم حاجه، طالما بتحبها. لا هتموت بحبها. لا بما يرضي الله. هتموت نفسك عليها. انا ما حبيتش بصراحه. حبيبه قلبي وحشاني، عايز اشوفك، قابل بابا امتى؟ والناس تسامحني يعني، عشان ما انت سامحك؟ ما افتكرش ان في حد بيسامح. بس البوم يا عم، انت معايا ولا معاهم يا عم؟ بقول لك خليها كده كلمتين تحنن قلبها عليا. طب اهم حاجه لازم برضك يعني، هي من جواها اكيد بتحب. اكيد بتحبك من جواها. فانت بقى شوف يعني، اكتب لها ايه؟ عاد انت بقى تعمل بقى حته تامر حسني كده بقى، تروح تحت الباب، تحت الشباك. حبيبتي انا واقف تحت تحت البيت. دي تامر حسني ده يا عم، ده حسن شاكوش، دي هتجيب معاها. انا عارف ان انا زعلتك، بس بتعب وبشقى عشان بعمل كل ده علشانك يعني، ما تزعليش مني. قلت لها احنا قلنا ما تزعليش. ماشي، انت عارفه ان انا بحبك، يعني نتكلم عادي بلاش شعر وبصح. انا مش بيملى حد، مش بي... ايه ايه ما بشوفش غيرك، انت الوحيده اللي بعمل كل حاجه علشانك. استنيني انا جاي لك، انا ما اقدرش على فراق. وقد كده بس، شكرا. ما تزعليش مني، انت عارفه ان انا بحبك، ما اقدرش اعيش من غيرك. لو عملت حاجه تزعلك، هو اكيد انا مش قصدي ان انا اعمل كده. وغصب كلام عميق. طب كلام عميق اقول لك كلام يعني كلام تقيل. وانا شايفك طبعا ان انت ام عيالي، وما اقدرش ان انا اعيش من غيرك. انت ام عيالي دي حاجه. ولا انت ام عيالي على طول كده؟ على طول. طب افرض ابوها قفش الجواز. لا عادي مش مشكله، نبقى نحل بعدين. انا لو تاخد عيني يا نور عيني، يا عيني ما تتعز. حلو، فاكرها؟ انا ممكن اكتبها كانها كلام. كانه عادي مش اغنيه. ايوه. ولو بتحب الشغل القديم، هي والجو القديم، ممكن ايه تروح تحت البيت مثلا. اول حاجه وحشتيني، انا بحبك قوي والله ما ليا غيرك، انت عمري وحياتي، وربنا يخليك ليا يا حبيبه قلبي، يا عمر حياتي. يعني ايه عمر حياتي دي؟ عمر حياتي، انت عمري وانت حياتي. عمر حياتي، انت حلم حياتي، وربنا يا رب يخليك ليا، انا بحبك قوي حبيبه قلبي من جوه. واقفل بقى الجواب بايه؟ I love you. الكلام ده يجيب؟ طبعا ده يجيب والله. طبعا I love you دي يجيب في الاخر. صح.